فيك فضيلة الشيخ، والله عز وجل قال إن الله يحب الذين يقاتلون في في سبيل سبيله الله صفا صفا كأنهم بنيان كأنهم مرصوص بنيان مرصوص مرصوص. مرصوص وش هي طبقم إمرتني؟ الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بلا شك الطالب نغان الماذ غرس زال تقرضال نعم إثمتين نسلو كان النخس أن مسليف وزال فمكان أن الطالب المجتمع مثلا نيني. في الحقيقة الطالب أن الماذ ونقارن أي سيديكا إيكا بابا سندي ما سين كمورث نسن وذاك يعني إذا قروا ينسمور ذل نسمور ما يولنع قروا والنعول الذي يصلح الجسد الجسم الذي يصلح ما إلا دريان نطيك إلا نقروا إذا كان دريان عاكي في الدري في اللحن دريان تجار دريان خداما دريان مغبونا دريان وذاك أي طلبة ما سيد كان طلبة طلبة هذا الأول الزدير ما تصلح الزدير أتصلحن بس تسوق الزدير تسويق نهني الحمد لله صلحن خاطر قال العلم وإن كان العلم إن بغى أن نوض طلبة باش أنسعوا الطلبة أكن يقلزم والعادون وإذا خطر فرنسا وخت جارهم وخ فرنسا وخت جارهم لا نفغ برا لا غنغر ذيني ذيني تجانا غنغر أنقار قلجوا مع القرن الزوايا كلواح لزم أنغر وبالك غير القرآن برك وحدس القرآن وحدس وخت جارنا تصغر التاريخ التاريخ النغر زار يا سيدي يا سيدي نكا أيدين في الدوق يمكن لا مولى النغ يمكن لا الجدود النغ يمكن لا الزداير النغ فهي ممنوع باش تنغروا فعلا ويمكن الوقت اللي الا نسين الكتب الا يول الكتاب كان ينسليس تاريخ الشيخ عبد الرحمن الجلالي تاريخ الجزائر العام الا غاديين تاريخ مبارك الميلي سيلاي الكتب ساعة فقط ولكن فرنسا لماذا خاطر فرنسا اخت جار اخت جار تاريخ النغ اي الا كويث وكريث ثويث فرنسا ثويث الارشيفك وثويث الساي جاي باش نغار ولا ربي باش نروح نغار في الميثين باش نغار في مقبر في مقبرين ما باش نغار نظن باش نفهم صح الذاكره خصها تمحو الى قلت لا راه خاصه مثلا اذنكر مثلا اذنفيق اذنكر قيضص انا علم باللي نسعى ثمول انا علم باللي نسعى التاريخ ثاني فرنسا وخت جاره وخت جاره جاء يون اللغبن ذا القرآن لو كان ثروة نغير الله ثورة النعمة ربي رحمة ربي وش الله مكي قارن ثورة أم كي الله نقارن كني دين وتصوير العقل أم هي اللي غلق عام نكني لا أغروم الزيت وثنار وراء أغروم سمزين الزيت وثنار وراء ونسلو سارة ونفارة بعد شارن تشونو فلا ذا شارن سوونو فلا نجان في كثيال نجان في القاعة نقين صغيمة وسمير ونر ورا الماكلة يانا يعني وانت فان الحرية وزمدا صفاري اللي يعجب وزمدا الأناشيد ما الوقت اللي بدأت الأناشيد الحمد لله ما قريت انت ولكن سفرة نسوي الصبورات باش نكتب باش نغار التاريخ باش نغار الحساب باش نغار القصور باش نغار الجبر وين ما ننسى اللي جادر من وساند نروح نفر الصبورة انا قاعد نعال سداو قرثيل أنا فتي الواحد نقيب نقارب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم باش وقت الله إلى باش أغجن أنكمل القرآن نزمر لي فضيلة الشيخ غير مسحيلت نعم الحمد لله ولكن إذا ثروة طلب النغ ويبا بس ذا فلاح ويبا بس ذا خدام ويبا بس هوري خدمارا ويبا بس أي سيد نكاد الشعب النغ نكون نكاد كثمور النغ ولكن أسمي نبدو نتفق برا نزر اسمي مذون قار اسمي نعلم بلي وهي الحاله واش الا كاين كنا مثلا واحد النق كان سالم الاستعمار قال حاله ناضلين فدرا وكان المجتمع النغ ثروة النغ طلب النغ فغند تعبوضي النغ بيدايك شعرا سوين يقدر عند باب السن باب السن يقدر الجدود السن ظلام داش يقدر يسن نهني يا كاسيمان بارك الله فيك فضيلة الشيخ في التوضيح وهني ذي دقلان النعمة تقرضلت إمرت النغ الحمد لله إلا قانا برك نشكر الله عز وجل في الأسباب شو تروحش لأنه الله عز وجل ينكر وني تتون ويقار وذكروا إذا أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وإيدكم بنصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون. بارك الله فيك.